حبيبي، ما بعرف شو بدي اقلك، بس امبارح وصل اخي سيمون على المانيا وعم يخبرني انه شو؟ لورد ساتك معي؟ لا جلال، انا جلال سيمون عم يقلي انه ابي وامي جايين بعد شهر وجايه معن. لورد مشان الله اعصابي ما عاد تتحمل، مين جاي معهم؟ انا اسفه حبيبي، بس والله مخنوقة وحاسة روحي عم تطلع. جاية معهم ميشيل ابن عمي. مين هذا ميشيل؟ جلال هنن جايبينهم مشان يخطبونا لبعض. شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ جلال الله يخليك ما تنفعل، انا من امبارح حاسة حالي بدوامة ومو عرفانة شلون بدي اطلع منها، وما كنت ناوية اخبرك قبل ما الاقي حل، بس لما حسيت اني عاجزة اني اعمل شي ما كان قدامي غير اني خبرك، بلكي بتساعدني بالتفكير وبتقلي شو ممكن اعمل. جلال حبيبي انا بحاجة الك، عم تفهمني؟ بحاجة الك.